نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة قسنطينة يوماً إعلامياً تحسيسياً لفائدة الشركات الناشئة والشركات المنشأة حديثاً، كان الغرض منها التقرب إلى المنتسبين حديثاً وإعطائهم كل التسهيلات والامتيازات التي يوفرها الصندوق. جينيرالمون كيعودو فيها ربعة يقدرو يديرو هما يكلفو واحد من لي زاسوسي يدير هو جيرو بيان سور سوي سميتا ستاتيو. وفي نفس السياق عندي تاني مصاري كرياسيون جديدة، دونك اسكو نكوتيزي فيهم في لي دو؟ وطرحنا تاني حاجة انه كل واحد مسير شريك يكون عنده سالار، اسكو كون يا دي ريجيستر اي دي ليف ريغلومونتير qu'il faut ouvrir au sein de cette entreprise ou là au sein de cette société. Donc je les invite à se rapprocher auprès de l'inspection du travail. Soit بالنسبة للشركات الناشئة أو المنشئة، الدولة الجزائرية أعطت أهمية كبيرة في خاصة القوانين الأخيرة، وإن شجعت إدارة وزارة خاصة ومؤسسات خاصة تقوم بهذا العمل. أما من ناحية النظام الاجتماعي، الامتيازات بالنسبة لهذه الفئة موجودة، ومنها تخفيض في الاشتراكات بالنسبة لأي تشغيل عامل. أي واحد يشغل عامل عنده تخفيض بالنسبة لقسط صاحب العمل، الشيء اللي يسمح له باش يمشي الشركة تاعو حتى يلحق وين يقدر يغطي المصاريف تاعو. كل في لافيلياسيون تاع اسمها كي يتقدم الصندوق يقدر يهز والديه، يهز ترازيام دوغيس، يهز نساب، ويهز هذا. شوف الاجراء اللي يدير فيه الدوله، دونك هذه كل احنا الحضور نتاعنا اليوم باش نفهموا تاع المؤسسات الناشئه باللي هاو شي يمد صندوق مزايا، وهاو الاشتراك نتاعكم كي تبدا راهو اشتراك مينيموم، وزيد راك ديروا باريشيونسيت بايمون.